هتضرب طوبة سنتين سجن، هتولع 5 سنين سجن، وده قانون. انا مش بضربك ولا بموتك، حضرتك هتحترم القانون هشيلك فوق دماغك خش شجع. ده رقم واحد. رقم اتنين، الانديه مسؤوله. انا النهارده حضرتك عايز تخش المباريات، تعالى حضرتك بعمل لك استماره بتملاها، بتكتب تعهد في الاستماره اللي بعدم الشغب والكلام ده، وبسلمك كارنيه، بعمل لك دخول بطاقه مخفره. من غير الكارنيه ده لو وقفت على دماغك مش هتخش الماتش. الكارنيه ده مرقم، الكرسي اللي هتقعد عليه مرقم، بحيث الكرسي ده لو حصل فيه مشكله حضرتك مسؤول قدامي قدام القانون. النهارده لما حضرتك بتكسر الكرسي اللي انت بتكسره ده، الكرسي ده ملك مين؟ ملك ابويا، ملك امي، ملك ابراهيم محلب. لا، ده ملكك انت، لان النهارده ثمن الكرسي ده لما جبت كرسي جديد. طب ما اعمل لك فرصه عمل انت تشتغل، او ابني مصنع بالفلوس دي انت تشتغل. العربيه اللي بتحرقها بره دي عربيتي، بنت خالتي ولا بنت عمي ولا ابن عمك ولا اخوك ولا اختك، خلاص في النهايه مش دي، او عربيه الشرطه اللي انت بتحرقها، يا اما عربيه حد قريبك او صاحبك، او ممكن يكون قريبك او صاحبك، او عربيه الدوله اللي جايباها من فلوس الضرايب اللي ابوك طفح الدم عشان يدفعها علشان يبقى في بلد فيها امن وامان. ما حدش عمل الضوابط، احنا اللي عملنا الضوابط. احنا عندنا اجتماع يا كابتن مدحت، الساده ضيوف الافاضل، يوم السبت في لجنه الانديه، علشان نقول الناس اللي هي عندها استعداد من انديه تلتزم هي وجماهيرها. احنا انا شخصيا مجلس ادارتي يبقى في مكان جوه نادي الزمالك للرابطه، نقعد معاهم نجتمع، اولادنا تعالى مشكلتك ايه؟ انت متضايق من الشرطه ايه؟ ونقول اهو زي ما احنا بنرفض تجاوز الجماهير مع الشرطه، بنرفض تجاوز اي ضابط او عسكري مع حد من ولادنا. احنا ماسكين ميزان كده، لا بيميل يمين ولا بيميل شمال. حضرتك انت النهارده حد من ضباط الشرطه او عساكر اهانك او ضربك او ارتكب معاك تجاوز، تعالى في رئيس نادي، يقدر يقابل وزير الداخليه، يقدر يقابل رئيس الجمهوريه، يقابل رئيس الوزراء، يجيب لك حقك. انما انت بقى هو تجاوز، انت هتضربه وانت هتشتمه وهتولع لي في المدرج، لن يسمح من بدايه الدور الدوره الرباعيه كابتن مدحت لحد يخش يبلطك في مدرج. واتفقنا الجمهور اللي هيبلطك في مدرج ايا إن كان انتمائه مش هيكمل بقيه الموسم جمهور، خلاص الفريق ده هو الوحيد اللي هيلعب كل مبارياته من غير جمهور. حضرتك بقى عايز تخرع نفسك، انت حر. ليه بقى؟ انت اولا لما بتعمل شغب بتوقع عقوبه ماليه على جماهيرك، على ناديك. نمره اتنين، حضرتك لما بتعمل شغب مش هتخش تحضر، مش هتستمتع بلعبتك وجها لوجه، روح بروح في الملعب. حضرتك لما تعمل شغب زي ما قلت قبل كده، يجي استاد القاهره يقول لك لا مش هتلعب عندي، ومش عارف الجيش لا مش هتلعب عندي، فريق مش هيلاقي نادي يلعب فيه، ملعب يلعب فيه. لو احنا اتفقنا على المبادئ دي، هنقعد ان شاء الله لجنه دي وفيها الاهلي، مشرفنا فعلا مجلس اداره النادي الاهلي الاخ طاهر الشيخ المحترم موجود معانا في اللجنه، هنقعد وهنعمل البروتوكول ده مع بعض ونفعل ده. اللي عايز يخرج عن الصف وعايز يخرج عن الاطار وعايز يخرج عن القانون ملوش مكان بينا في المجال الرياضي ايا كان. والبلطجه مش هتنفع مع مرتضى منصور وهو رئيس لجنه انديه. حضرتك هتحترم القانون، هنشيلك فوق دماغنا كلنا. من بورسعيد كانت حاضره النهارده، الاسماعيلي، الاتحاد السكندري، طبعا سموحه كان مدعو، والاخ فرج عامر كلمني والراجل اعتذر وقال اللي هتتفقوا عليه انا معاكم فيه. الاستاذ ابراهيم جاد المنصور كلمني برضه امبارح، احنا اول مره انديه تبقى يد واحده متعاونه مع اتحاد الكوره. وقلت تاني اهو، لن يسمح ببلطجه في المدرجات، مش عشان 20 ولا 50 ولا 200 300 عين هحرم الاف مؤلفه من الجماهير المحترمه من حضور المباريات. انا طبعا خدتك يا كابتن مدحت وضيوف الاحترام لقضيه جوهريه النهارده كنا بنتكلم فيها في حضور الجماهير، ونرجع تاني لابراهيم صلاح. لكن قبل ما نتكلم عن عقد ابراهيم صلاح، لو انت عندك اي استفسار او حد من ضيوف الاحترام انا تحت امرك.